في هذا الرجل يعني جابر للخواطر، شخص على خلق. أما عن حب النادي الأهلي فده رجل مواليد النادي الأهلي بكل تأكيد، يعني الدعاء طبعا بيوصل له. ومحمد قال حاجة مهمة قوي، لما كن في طريقك، وأكيد حضراتكم وكل اللي راح شاف المقطع ده، ناس طيبين، ناس لا هم يعني شخصيات عامة ولا زملاء نادي أو مجلس أو حتى جمهور معلوم، ناس طيبين جدا. يبدو أن هناك روابط إنسانية، يعني فكرة جبر الخواطر يا ربي يعني يربط على قلب أسرته وكمان ينجيه يا رب العالمين. يكفي أن الأطباء بيتحدثوا عن إعجاز بعلم وطب طبعا، لكن إعجاز لإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبده العمري. وعشان كده فعلا أول مرة وانت شغلتك الكلام لا تستطيع أن تقدر هذا الرجل إلا بطلب الدعاء. هذا هو فعلا ما يحتاجه الآن العمري فاروق يا جماعة. مرة أخرى بالفعل ما يحتاجه العمري فاروق هو الدعاء فقط. أي معلومات صدقوني، أي معلومات بتقال في هذا السياق هي معلومات غير صحيحة. أنا بقول لك أهو من دلوقتي هي معلومات غير صحيحة صدقوني. لو في أي معلومات من حق كل الجماهير ان هي تعرفها، هتعرفها من خلال المركز الاعلامي الاستاذ جمال جبر. الحقيقه دائم التواصل معانا في كل شيء، او من خلال قناه النادي الاهلي. صدقوني هتعرفوا كل حاجه لو في مركز، لو في بيان طلع زي ما الاساتذه قالوا من المركز الطبي او من المستشفى. الحقيقه اللي قايمه بدور كبير جدا مع الوزير العمري فاروق، واللي زي ما قلت لحضراتكم علاجه بيتم وفق بروتوكول عالمي. هناك كونسولتو كبير. صحيح. ويمكن دي الحاجه اللي نقدر نقولها لحضرتك، انه بالفعل هناك كونسولتو عالمي من كل يعني دول العالم للاتفاق على كيفيه علاجه. ايه اللي بيحصل صدقوني والله ما حد يعرف، صدقوني ما حدش يعرف، لانها كلها معلومات طبيه ومصطلحات طبيه. يعني حتى لو اتقالت يعني اولا ممكن نقولها غلط، ثانيا ما حدش عارف، مش كتير اللي هيفهم مثل هذه. وبعدين ايه فايده الاخبار المغلوطه يعني انا عايز اعرف ايه فايدتها؟ هقول لك. هتطلع ترند بيها مثلا على مرض؟ هناك من لا يراعي ربنا سبحانه وتعالى، مش المهنيه بقى والكلام ده. ليه؟ لانه فعلا ده في جزء من الاجزاء فكره الريتش، حاشا لله يعني ان حد يعمل ده. ده شيء يعني مأساوي يعني الحقيقه. طبعا. والاخطر ان هناك المرض بيبقى صعب، اب وام يا جلبرتو تحديدا كان الله في عون دكتوره داليا ودكتور هشام دكتور خالد، لكن الاب والام بيتمشوا على خبر اي حاجه حلو. ممكن كويس. يتصور ان الاخوه دول قال ايه صحفي وعارف. اتقي الله يعني. قال لي كده النهارده الوالد قال لي كده، قال لي